مدرسة أبو زاهية للتعليم الأساسي هي إحدى المدارس التابعة لقطاع التربية والتعليم بسرت. اضطر المعلمون والمعلمات فيها كغيرهم من سكان سرت للنزوح نظرا لظروف الحرب التي تشهدها المدينة منذ أكثر من 6 أشهر. المدرسة فتحت أبوابها للطلبة النازحين من سرت لأجل إتمام مسيرتهم التعليمية لهذا العام. مبنى المدرسة متهالك ويحتاج للصيانة، وبالأخص في دورات المياه والنوافذ والأبواب ومعالجة انقطاع المياه والكهرباء بها، إلى جانب نقص المقاعد والأدوات القرطاسية. اضطريت أني نكون مدرس في هذه المدرسة حتى نقضي على العجز اللي موجود بهذه المدرسة اللي هي مدرسة بوزاهية للتعليم الأساسي، علما بأن هذه المدرسة تضم جميع مدينة سرت، نازحي مدينة سرت المدينة يدرسون في هذه المدرسة. عدد الطلبة بالمدرسة يعد أكثر من 1500 طالب وطالبة في الفترتين الصباحية والمسائية، بعدد 12 فصلا دراسيا، ولا يوجد بها معامل وحجرات للمدرسين. ونتيجة لقلة الفصول يناشد المعلمون الجهات المختصة مساعدتهم لصيانة المرافق الضرورية التي تحتاجها المدرسة في هذه الفترة الحرجة. تعتمد المدرسة على المعلمين المتطوعين العاملين بقطاع التعليم بسرت لسد العجز بالمدرسة، ليواصل أطفال المدينة النازحون تعليمهم رغم قلة الإمكانيات وتردي الخدمات بالمدرسة.